وفاة اثنين من الفنانين في يوم واحد يفجع الوسط الفني وسط حزن كبير من أسرتهم والنجوم. توفي اليوم الفنان المصري الشاب أمين العسال نجل الفنانة المصرية سهير طه حسين إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرا ودخل على إسرها إلى المستشفى. وكان الفنان المصري الشاب أمين العسال قد تعرض مؤخرا لوعكة صحية شديدة نقل على إسرها إلى المستشفى، وطلب العديد من الفنانين حينها بالدعاء له بالشفاء العاجل. وكشف الفنان المصري منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها أمين العسال ومات بسببها. وقال منير مكرم في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: شايفين الضحكة دي؟ ما فرجتوش لحظة، رغم انه وارث جينات ضعف في الأوردة والأوعية الدموية وضغط وسكر ومشاكل في القلب، وكان كل شوية يدخل مستشفيات يعمل عمليات تسليك أوردة وبلاوي زرقة. وأضاف منير مكرم: من يوم معرفته مفيش سنة ما دخلش فيها المستشفى، مرتين تلاتة بين الحياة والموت، ده غير طبعا مشاكل في شغله ومشاكل شخصية، ومع ذلك دايما لممنا حواليه بالضحكة دي، أخف روح شفتها في حياتي وأمرض جسم شفته في حياتي. اختلفوا معاه كتير لكن لازم يبكوا على فراقه. وتابع منير مكرم: عرفت ليه الطايم لاين مليان بحبايبه؟ لأنه كان شعلة محبة وروح حلوة وأخوة وصداقة، لأنه لن يوجد الزمن بمثله، لأنه بكل بساطة أمين العسال. وأعلن المخرج المصري تامر حمزة عن وفاة الفنان المصري الشاب أمين العسال نجل الفنانة المصرية سهير طه حسين بعد تعرضه لأزمة صحية وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على أصدقائه. وكتب تامر حمزة على صفحته الشخصية: إن لله وإنا إليه راجعون، أمين العسال في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفر لك يا أمين على جد طيبة قلبه وجدعنتك، سلام يا صاحبي إلى أن نلتقي. وأعلنت الفنانة المصرية مروى عيد الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أمين العسال، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة، هو وكل أمواتنا جميعا يا رب. كما نعت الفنانة المصرية نادية مصطفى أمين العسال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: استغفر الله العظيم ولن أقول إلا ما يرضي الله، وإننا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويجعل الليلة من أحلى لياليك يا أمين. كما حرص عدد من أصدقاء الفنان الشاب الراحل أمين العسال على نعي صديقهم، ومن أبرزهم الفنان محمد علي رزق، والذي كتب من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، أمين العسال في ذمة الله، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة. يذكر أن أمين العسال هو نجل الفنانة المصرية سهير طه حسين. بدأ مشواره الفني منذ سنوات لست بالطويلة، وشارك بالعديد من الأدوار في عدة مسلسلات منها وتبقى الأرض دائما وشمال يا دنيا والمواطن بورص، كما إنه قدم بعض البرامج أبرزها برنامج قصة برلينت الذي استضاف فيه عددا كبيرا من نجوم الفن. وفاة الإعلامية السودانية القديرة نعمات حمود توفيت اليوم أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمستشفى المركزي بإمارة الشارقة. الإعلامية السودانية نعمات حمود إثر عارض صحي مفاجئ، وقالت المدير العام لفضائية البلد الإعلامية السودانية فاطمة الصادق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: خبرك شين وما بيتكتب، لا حول ولا قوة إلا بالله يا نعمات، ربنا يرحمك ويجعل مسواك الجنة. وأضافت: فقد كبير للإعلاميين والسودانيين في الإمارات. بدورها نعت الإعلامية السودانية لينا زين العابدين الراحلة وقالت: اتخلعت بخبر نعمات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يرحمك ويغفر ليكي ويحسن إليكي ويجعل مأواك الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. البركة في كل قبيلة الإعلاميين في السودان والشارقة، وربنا يصبر أهلك يا رب. وجعتيني شديد الموت، الحمد لله رب العالمين. وتنحدر الراحلة من منطقة الشريك في شمال السودان، حيث تخرجت من كلية اللغة العربية جامعة الجزيرة، وعملت بعدد من الصحف السودانية أبرزها صحيفتي ألوان والحياة والناس، ثم غادرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وعملت في أكثر من مؤسسة إعلامية وثقافية. نعمات حمود إعلامية وروائية أيضا، حيث أثرت نعمات المكتبة العربية بكتابي همس النوارس وفي ذاكرة القلب. عرفت نعمات حمود بحسن الخلق وطيب المعشر ومواقفها الإنسانية في مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوف وأعمال الخير. وعملت الراحلة بعدد من المؤسسات الإعلامية داخل وخارج البلاد، وآخرها بدائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة، ولها عدد من الروايات، وتم تكريمها بالعديد من المهرجانات الثقافية، وآخرها قبل يومين من قبل معهد كامبريدج البريطاني وشركة سمارت برين في فعاليات المسابقة الخليجية الرابعة. وبحكم عملها في الخارج ساهمت كثيرا في تقديم الشعراء والكتاب والصحفيين في المعارض وورش العمل الخاصة بالثقافة والإعلام، حيث كانت خير معين لجميع أهل الثقافة والإعلام بالإمارات العربية المتحدة.